عم تحط لي ملهم، هلا بتتحسن. حرام، كنتي صار لها من الصبح وهي عم تشتغل ومع هيك طالعه حلوه، اكيد عين حسد وصابطه. اختي فكري بانه الشر كله راح. طمني حتصير منيحه. على المخفر بدي اعتذر منك. بس خلص بلشت تطيب هلا. انتوا لا تنزعوا الاحتفال بسبب وجع بسيط، يلا خلينا نكمل المراسم. لا اذا ما تعالج الالتواء بالوقت الصحيح بزيد الوجع كتير. انا عندي شيء أحسن من هالمرهم هاد بكتير، رح أقول لنجاح هلأ تروح وتجيب زيت الأعشاب من غرفة أمي بسرعة. نجاح؟ أخي على المخفر. طلعي أخي أسرع شوي. بترجاك أسرع، مستعجلة. لا أختي ما في داعي لهالشي، هي حطيتيني المرهم هلا وأنا حاسة حالي أحسن من الأول. خلاص رح أقلك على أكيد إذا أنا احتجت للزيت. يلا كملوا الاحتفال تبعكم، أنا بس رح أقعد وارتاح شوي. متأكدة؟ طيب بنتي تعو نبلش. تحسنت، يلا تعو. تعي. أخي تفضل.